السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك علشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الأدوات المدرسية لعام 2021 ونبدأ. وصل سعر علبة أقلام الرصاصة 12 قلم يتراوح سعرها من 8 إلى 27 جنيه ونص. علبة أقلام جافة 12 قلم يتراوح سعرها بين 12 إلى 27 جنيه ونص. علبة الأقلام الرصاص 12 قلما من النوع المتوسط يصل سعرها 20 جنيه. سعر علبة الأقلام الجافة 12 قلما من النوع المتوسط بسعرها 20 جنيه مصري. يبدأ سعر كل من البراية والأستيكة من 2 جنيه ونص للوحدة. علبة أستيكة 33 وحدة يتراوح سعرها بين 22 جنيه إلى 55 جنيه، ويبدأ سعر الأستيكة الواحدة من 2 جنيه ونص. علبة ألوان خشب 12 قلم يتراوح سعرها بين 9 إلى 27 جنيه ونص. علبة ألوان فلوماستر 12 قلم يتراوح سعرها بين 10 إلى 30 جنيه. مقلمة يتراوح سعرها من 5 إلى 30 جنيه. سعر دستة كشكول 60 ورقة 10 كشاكيل. سعرها 10 كشاكيل سعرها 23 ويزيد حسب الصفحات حتى 35 جنيه. سعر دستة كراسات 28 ورقة 20 كراسة سعرها 23 جنيه. سعر غلاف للتجليد يتراوح سعره من 2 جنيه ونص إلى 5 جنيهات بحسب الخامة. سعر تيكت باكو 80 ستيكر يتراوح سعره بين من 5 إلى 8 جنيهات. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الأدوات المدرسية لعام 2021-2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لعمل برايك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.